امرأة واحدة لا تكفي، دي حقيقة ثابتة عن كل الرجالة، ومهما حاولنا ومهما قلنا ان الراجل لازم لما يكون بيحب يبقى لويل ولازم يبقى مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. مفيش راجل بيستكفي بست واحدة، ولو اكتفى بيها هيبقى لوقت معين. طبعا الست بيبقى عليها دور كبير ان هي تطول الفترة دي، وبيبقى عليها دور كبير ان هي تحاول تمينيمايز الفيلينج ده، بس في الاساس بيزيكلي مفيش راجل هيقدر يكتفي بامرأة واحدة يا جماعة، no way. دي طبيعتهم سيكولوجيا وفسيولوجيا وربنا خلقهم كده، هم طريقتهم وطبيعتهم ان هم ما يقدروش يعيشوا حياتهم بست واحدة. فاحنا لازم نبقى متوقنين وعارفين الحقيقة دي، ونحاول ان احنا نتعامل معاها. How to adapt بقى مع الطريقة دي؟ احسن طريقة ان انت تتعاملي بيها مع الموضوع ده هو التجاهل. يعني اللي يتعامل مع واحدة تانية على ان هي مجرد نزوة او مجرد فترة في حياته وهتعدي، وانت بتكبري دماغك وبتعرفي تشدي ليكي في الوقت ده، انت الكسبانة، غير كده انت الخسرانة. دي نصيحتي ليك.